في مستشفى الشهداء الأقصى العشرات من الحالات التي أصيبت نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع في هذه المنطقة، والتي يبدو جلياً أنها مليئة بالأطفال، حالات إنسانية مختلفة. ولكن القصة هي راما زقوت، هذه الطفلة الفلسطينية التي تعالجت خلال الفترة السابقة في مستشفى الشهداء الأقصى، ولكن للأسف أن المستلزمات الطبية المفقودة جعلتها ستفقد قدمها خلال أيام إن لم تتمكن الطواقم الطبية من إخراجها خارج قطاع غزة لتلقي خدمات طبية أفضل. هنا راما زقوت البالغة من العمر 14 عاما تعاني بشكل واضح منذ أيام من أجل أن تحافظ على قدمها. أنا بعمل تنظيفات لرجلي ولأيدي، بس مع هيك معايا التهابات في رجلي كتير، وكل مالها بتزيد وبتوجعني كتير، عشان هيك احتمال ما أقومش على رجلي إذا ضلتني هيك. أنا والد الطفلة راما أحمد زقوت، كنا من داخل قطاع غزة وأخلينا إلى جنوب قطاع غزة مع النازحين إلى مدينة النصيرات. بعد ذلك تم استهداف بيتنا الآمن في مدينة النصيرات، مما أدى إلى استشهاد 12 فرد من عائلتي وإصابات خطيرة في أبنائي. بنتي راما مصابة في القدم في القدم اليمنى، ويطالبون ببتر القدم اليمنى لنقص العلاج الشديد في المستشفيات في مستشفى الشهداء الأقصى. راما زقوت حالها كحال كثير من الأطفال الفلسطينيين يلي بيحاولوا يتلقوا العلاج الطبي في المستشفيات الفلسطينية، ولكن نقص المستلزمات الطبية بيعرض حياتهم وصحتهم للخطر. راما اليوم في عندها فرصة وحيدة أنه تخرج خارج قطاع غزة لتلقي الخدمات الطبية من أجل أن تحافظ على قدمها، ولكن إن لم تتوفر هذه الفرصة راما بالتأكيد وحتما ستفقد القدم اليمنى. لقناتي العربية والحدث، خولة الخالدي من دير البلح.